يلا نروح نشوف ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا بينا. الاخبار، سفير الامم الافريقيه تكريم جديد للخطيب، الاهلي يعسكر في اسبانيا اول يوليو ولا سارتي يعود للتدريبات. الاخبار المسائي، كان تحت منظار الاهلي لاسارتي يحدد طلباته من المعسكر الاوروبي. المساء، اربع مباريات وديه للاهلي في معسكر اسبانيا، الفريق يستأنف تدريباته السبت، محمد نجيب مطلوب في الجونه وطنطا. الشروق، الاهلي يرفض رحيل يوسف وقمصان من الجهاز الفني. الجمهوريه، الاهلي يختبر لاعبيه بدنيا قبل العوده للتدريبات. اخبار الرياضه، الاهلي يلعب الدوري ويبحث عن حقوقه من الجبليه. اليوم السابع، حجازي يحدد شروط العوده للاهلي في الصيف، شريف اكرامي يبدا التاهيل في التتش الاسبوع المقبل، والاحمر يتابع تطورات صفقه كولوبالي مع النجم. اخبار الرياضه، علي معلول، جمهور الاهلي اخرجني من الاكتئاب، وابتعادي عن قصور قرطاج ليس فنيا.